السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بطلابنا طلاب الثالث الثانوي في متابعة منهاجهم عن طريق التعليم الإلكتروني. أهلا وسهلا بكم أبنائي الأعزاء، ما زلنا مع حضراتكم في رحاب اللغة العربية وفي رحاب الوحدة الثالثة. بعد أن انتهينا من الوحدتين الأولى والثانية، نحن الآن في الوحدة الثالثة التي عنوانها استشراف المستقبل. هذه الوحدة يا أبنائي تتكلم عن استشراف المستقبل وعن طرق استشرافه. ومعنى كلمة استشراف المستقبل أي النظر إلى المستقبل من بعيد. هذه الوحدة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول منها يتكلم عن استشراف الحلم، عن استشراف المستقبل عن طريق الحلم الذي هو نصنا الآن، وصاحبة النص نازك الملائكة. والنص الثاني يتكلم عن استشراف المستقبل عن طريق معطيات الواقع مع الشاعر أمل دنقل. والنص الثالث يتكلم عن استشراف المستقبل عن طريق الخيال مع أنطون السقال. نبدأ الآن مع حضراتكم بالنص الأول الذي يتكلم عن استشراف المستقبل عن طريق الحلم. صاحبة النص نازك الملائكة، وهي شاعرة عراقية. سبب قولها النص أنها رأت في القرن الماضي، في أوائل القرن الماضي، الظلم الذي يحيق بالمجتمع، والقهر الذي يحيق بالمرأة، وظروف المجتمع السيئة بالمجمل، فتمنت أن ترى في منامها ذلك الحلم الجميل، وهو المدينة الفاضلة التي سمتها يوتوبيا. إذن النص يتكلم عن استشراف المستقبل عن طريق الحلم، فهي رأت في منامها، هي تتمنى أن ترى في منامها تلك المدينة الفاضلة التي سمتها يوتوبيا. نبدأ بقراءة النص مع بعضنا. صدى ضائع كسراب بعيد يجاذب روحي صباح مساء، إذا سمعته حياتي ارتمت حنينا ونادته ألف نداء، يموت على رجعه كل جرح بقلبي ويشرق كل رجاء، ويمضي شعوري في نشوة يخدره حلم يوتوبيا. ويوتوبيا حلم في دمي أموت وأحيا على ذكره، تخيلته بلدا من عبير على أفق حرت في سره، هنالك حيث تذوب القيود وينطلق الفكر من أسره، وحيث تنام عيون الحياة هنالك تمتد يوتوبيا. ومرت حياتي مرت سدى ولا شيء يطفئ نار الحنين، يطول على قلبي الانتظار وأغرق في بحر يأس حزين، أحاول أن أتعزى بشيء بغاب بواد بظلة تين، دقائق ثم أخيب وأهتف لا شيء يشبه يوتوبيا. سأبقى تجاذبني الأمنيات إلى الأفق السرمدي البعيد، وأحلم أحلم لا أستفيق إلا لأحلم حلما جديد، وأسأل حتى يموت السؤال على شفتي ويخبو النشيد، وحين أموت أموت وقلبي على موعد مع يوتوبيا. هذه هي القصيدة يا أبنائي، مؤلفة من أربعة مقاطع. نبدأ مع حضراتكم الآن بشرح قصيدتي حتى نفهمها بيتا بيتا. تقول الشاعرة مخاطبة ذلك الحلم الذي تراه في منامها: صدى ضائع كسراب بعيد يجاذب روحي صباح مساء. إذن هي وتعلمون أن الصدى هو ارتداد الصوت. إذن تقول: تنادي يوتوبيا فلا تسمع إلا صدى ذلك النداء الذي يأتي من مكان بعيد، وكلمة سراب تدل على أنه شيء كاذب. يجاذب روحي صباح مساء أي هي تحلم بهذا الحلم في كل دقيقة. البيت الثاني: إذا سمعته حياتي ارتمت حنينا ونادته ألف نداء. تقول: إذا سمعت صوت يوتوبيا وصداها يذوب قلبها حنينا وتعيد إليه النداء آلاف المرات. البيت الثالث: يموت على رجعه كل جرح بقلبي ويشرق كل رجاء. تقول: إذا سمعت الشاعرة صدى يوتوبيا تشفى من جروحها وتتأمل الأمنيات الجميلة. البيت الرابع:
ويمضي شعوري في نشوة يخدره حلم يوتوبيا. إذا سمعت صوت يوتوبيا وصداه تشعر بلذة عميقة، والنشوة هي اللذة، يخدره حلم يوتوبيا أي تغرق في هذه اللذة والمتعة. الخامس، ويوتوبيا حلم في دمي أموت وأحيا على ذكره. إذن هي تحلم بيوتوبيا ويمشي حلمها في ويمشي ذلك الحلم في عروقها من شدة تعلقها به، أموت وأحيا على ذكره. السادس، تخيلته بلدا من عبير على أفق حرت في سره. تبدأ الآن بوصف مدينة يوتوبيا وتقول إنها بلد من عبير مليء بالعطر والشذا، على أفق حرت في سره أي على امتداد يحار العقل في جماله. وكلمة هنا سره أي جماله ولغز جماله. هنالك حيث تذوب القيود وينطلق الفكر من أسره، أي في تلك المدينة تذوب القيود وتذوب قيود الظلم وينطلق الفكر من أسره، أي يعيش الإنسان في حرية كاملة. الثامن، وحيث تنام عيون الحياة هنالك تمتد يوتوبيا. في هذا التعبير يا أبنائي، وحيث تنام عيون الحياة كأنه كناية عن الطمأنينة والأمان، فإذا نامت عيون الحياة فالطمأنينة موجودة، في ذلك الفضاء تمتد مدينة يوتوبيا. المقطع الثالث، ومرت حياتي مرت سدى ولا شيء يطفئ نار الحنين. تنادي الشاعر يوتوبيا ولا تستفيد إلا شيئا، وكلمة سدى معناها باطلا، أي تناديها ولا تستطيع أن تسمع أن تراها، إذن يكون حلمها باطلا لا جدوى لها. ولا شيء يطفئ نار الحنين، هي دائما تشتاق لهذا المنام ولهذه المدينة. العاشر، يطول على قلبي الانتظار وأغرق في بحر يأس حزين. تتابع الشاعر كلامها وتقول إنها تنتظر يوتوبيا كثيرا لكنها تغرق في بحر يأس حزين، أي أنها لا تستطيع أن ترى هذه المدينة. الحادي عشر، أحاول أن أتعزى بشيء بغاب بواد بظلة تين. كلمة أتعزى معناها أتسلى أو أتصبر، صار المعنى تحاول الشاعرة أن تنسى همها وتسلي نفسها بالذهاب إلى الغابات والوديان. البيت الثاني عشر، تذهب بعض الدقائق لكنها تخيب وتنادي بأعلى صوتها لا شيء يشبه يوتوبيا، فهي مصرة على اللقاء وعلى الأمل بهذه المدينة. تختم الشاعرة في المقطع الأخير وتقول سأبقى تجاذبني الأمنيات إلى الأفق السرمدي البعيد، أي ستبقى الشاعرة تحلم بهذه المدينة دائما أبدا. السرمدي أي الأبدي. وأحلم وأحلم لا تستفيق، إذن هي مصرة على الحلم بهذه المدينة، إلا لأحلم حلما جديد، إذن هي مصرة أشد الإصرار على متابعة أحلامها. الخامس عشر، وأسأل حتى يموت السؤال على شفتي ويخبو النشيد. إذن ستبقى تسأل حتى تتعب من الأسئلة وحتى يخبو النشيد. يخبو أي ينطفئ، أي يتعب النشيد على لسانها. وحين أموت أموت وقلبي على موعد مع يوتوبيا. تنهي الشاعرة كلامها فتقول حتى بعد الموت سأتواعد مع يوتوبيا بعد الممات. هذا هو يا أبنائي ملخص هذه القصيدة، سألخصها في المقاطع الآتية. المقطع الأول يتكلم عن منادات الشاعر اليوتوبيا، في المقطع الثاني تتكلم عن ملامح هذه المدينة، في المقطع الثالث تتكلم عن خيبة أملها بلقاء هذه المدينة، في المقطع الرابع تتكلم عن أملها بلقاء هذه المدينة ولو بعد الموت. هذا هو ملخص القصيدة يا أبنائي، إلى لقاء آخر إن شاء الله مع حل تطبيقاتها، والحمد لله رب العالمين.